طيب الصدق مما نوصي به إخواننا في الحلول، الصدق. الصدق الناس اللي بيتخبطوا يا جماعة ديل في الغالب عندهم كذب. الزول بيقول أنا سلفي، وهو شنو في الواقع؟ ما سلفي. بيقول أنا مستقيم، وهو في الواقع ما مستقيم. شايف نفسه من دعاة التوحيد، بيقول أنا بدعو للتوحيد، هو مقصر في التوحيد. عشان كذا الصدق قال ابن عثيمين هو مطابقة الخبر الواقع، مطابقة الخبر الواقع. خليك صادق في كل شيء. فكيف الرسول عليه الصلاة والسلام قال في البخاري ومسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. أي زول صادق تلقاه في النهاية عاقبته الخير، عاقبته الخير. واحد تلقى شاب أجي يحضر مجلس زي ده وفي غفلة وفي غير، وصادق تلقاه جاء دائرة الدين تلقاه يمرق مستقيم. واحد تلقاه يقرأ القرآن وهو صادق يمرق بالخير العظيم. فإنت خليك صادق، ما تكذب، أصدق مع الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. وإنت كان خدعت الناس، الله قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وقال تعالى يوم تبلى السرائر، وقال سبحانه قال الله هذا يوم ينفع الصادقين شنو صدقهم يوم القيامة. ذا قال ليسأل الصادقين عن صدقهم. هو الصادق بيسألوه، الكاذب ده يقبل وين؟ والصادق ذاته بيسألوه. موضوع خطير يا جماعة، الناس تصدق مع الله سبحانه وتعالى. والله لو صادق قلت كلمة فيهم بدأ الله يوصلها دولة أنا ذاتي ما بعرف أنطقها، يوصلها آخر الدنيا هناك. تقال السلف ديل عملوا تسجيلات زي تسجيلاتنا دي، الله ما من علينا أسيب التسجيلات دي. يا أخي الفضيل بن عياض في مجلس بس يجي واحد يسأله يجاوبه، ذاك يكتبها في كتاب وده ينشره ودي تطبع وديك وو وينتشر في الدنيا. شيخ الإسلام تيمية ده ما محارب حرب شديدة جدا، ناس اللي بيكوركوا ديل يقول لك وما من الحكمة وهذه واحدين بطاعنه. قبل شيخ وكر ذكر مسألة قال في العزو، يقول لك والله يا شيخ فلان ده مزمل مثلا قال في كذي وخرجوا بكذي، واصلا الحديث في المنطقة الفلانية اخدي ما عادي جزاه الله خير. وزال في مناظرة في وسط هيجة وجوطة وكذي وقال الكلمة، في علماء كبار ولا في نص مناظرة قاعد بيكتب كذي، بيعزو في محل بيكون ما في محل ذاته زي ما ذكر لك الشيخ جزاه الله خير. وده ما قدح في مناظرة ولا غيره، ناس سود جزاهم الله خير بلغوا الدعوة. ما داري نعيد الكلام. أنا قبل بقرأ في الكتاب وريته والدنار الجزء الرابع من الفتاوى لابن تيمية، وأقرأ الفتاوى دي والله تستفيدوا منها جدا. في ناس فلاسفة جابوني ردوا على ابن تيمية، قروا الكتب قلبوا طوالي طوالي قلبوا، ما بتعرفون من فلان ماذا أسميهم، ناس علماء كبار بيقوا. وتقرأ المجلد الأول ده كأنه برد على الصوفية، شفت بتاعنا نذيل الآن بيرد عليهم ويقول كذا والحديث وضعفه وسبب ضعفه. ذا المجلد الأول في الألوهية، تقرأ المجلد الثاني في الربوبية ده بجيب ابن عربي وكذا. شفت ناس الركيني وديل بيدمرون وقافي وماشي. والله أنا عشان أبقى معاك واضح تمشي معلش يا جماعة، شيخ وكر ده كان كلامه علمي. أنا مرة مشينا لواحد في العربي صنف اخواننا ديل وحالق لحيته، لكن من اخواننا برضه نحسبه بس في لخبطه بسيطه في الظاهر. فقال لي تعرف شهاب ده في الجامعات زول خطير، صنف اخواننا ومزمن له في المناظرات كلام بالمعنى دي، برضه زول خطير. وابو بكر ده شفته قال لي شغل عالي دكاتره وهنايه وكذي، وقال لي أبشوق دي ما بقول عليكم أمور واضحة برضو أخونا حبيبنا أبشوق، وأنا ما أعرفه ختاني وين، أنا أصله مسكين ما جايب ليه. المهم جزاه الله خير. فالمهم أنا ما أدري أدي كلام بالداري كذي دي تمشي، الموضوع ده ما طويل. فشيخ الإسلام تيمية تقرأ الفتاوى المجلد الثاني ربوبية، يرد على ناس من عربي والركين اللي بيدافعوا عليه والجماعة ديل
يرد رد على ابن عربي وفيه الرد على الجماعة دي اللي ما حضرون، لكن الكلام رد علمي ورد قوي جدا على الفلاسفة وعلى غيرهم. تمشي المجلد الثالث كأنه يرد على الحزبيين في كثير من البدع والمخالفات التي وقعوا فيها. المجلد الرابع ده في التفصيل في الاعتقاد، والثاني الثالث في مجمل اعتقاد السلف. في الرابع بقرأ في بعض الصفحات قال وقال تعالى في السجدة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الآية دي في وين؟ في فصلت. وقال في شنو؟ في السجدة. فهل ده قدح في الرجل؟ عالم من العلماء الجهابذة يضرب به المثل رحمه الله تعالى. ولقيت زي دي برضو، لقيتها في تفسير ابن كثير في بعض المواضع، في موضع من المواضع. فده جماعة المسألة دي الناس شوف أصل زعلان منك ده في الظلمة شنو بيحضر لك. والله وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي شنو المساوية. فالموضوع ده شوف الناس دي، في ناس عندهم غل كان ما لقى فيك حجة بس بتمتمة كلام ما مفهوم ذاته. ما أحد ناقشته في جامعة الزنادي، ناقشته وردمته الله يتقبل. تعرف إنها قال لي شنو؟ انت قال لي صوتك ده زي صوت مزمل وجبهتك زي جبهة مزمل. يا زول قلت انا جبهة بتاع شنو يا اخي؟ يا اخي انا في جبهة؟ انت ما ترد رد علمي شنو صوتك زي صوته؟ وذاك صوت الله طالق وده صوت فيه نخة. المهم وذاك جبهة الله. يا ناس مالكم معانا؟ كلام فارغ والله الذي لا اله غيره. فديل انا قاعد اعكر مزاي بيتصلوا بيتي للساعة وقال كذي ولقيناه ما في الصفحة. يا اخي شوف الصفحة اللي بعدها ما الطبعات بتختلف، ما تضيع زمننا يا اخي. في ولا ما في؟ طيب